الفول السوداني في الخلاط فكرة عبقرية، لو جربتيها البيت كله هيشكرك عليها. هنعمله النهاردة بطريقة حلوة جدا جدا، متأكدة لما تجربوها تعجبكم قوي. يا ريت قبل ما نبدأ تتعملي كده بلايك حلو منك عشان الوصفة توصل لكل الناس. معايا كده كوبايتين من الفول السوداني، حاططهم معايا كده في طاسة على النار وهبدأ احمصهم، لان الفول عندي مش متحمص، لكن انت لو شاريه متحمص جاهز يبقى الخطوة دي مش هتحتاجيها خالص. كده خلاص هو اتحمص معايا تمام، هنشوف هنعمل ايه مع بعض الخطوة اللي بعد كده. معايا دلوقتي كبة حطيت كده فيها الفول وهبدأ أطحنه، أنا عايزاه يكون مجروش عشان أحس بطعم الفول كده وأنا باكله. بالنسبة لكمية الفول ترجع ليك، يعني ممكن تزودي أو تقللي الكمية براحتك خالص زي ما تحبي أو حسب عدد أفراد البيت عندك. أنا بالنسبة لي استخدمت كوبايتين الفول دول، كان حلوين جدا جدا. كده خلاص أنا هوريكم شكل الفول دلوقتي عامل ازاي، هو بيكون مجروش ما بيكونش ناعم قوي. معانا طبق بقى بالشكل ده، هنبدأ نحط كده فيه الفول، شايفين شكله هو ده اللي احنا عايزينه. دلوقتي معايا بسكوت، ده بسكوت ساده اي نوع بقى انت بتحبيه، مش شرط حاجه معينه. كميه البسكوت اللي انا استخدمتها قد كميه الفول، لو انت عايزه تزودي او تقللي في الكميات براحتك خالص، يعني ممكن تزودي البسكوت عن كده او تزودي الفول عن كده زي ما تحبي، لكن انا خليت الكميات قد بعضها. هنبدا كده نطحن مع بعض كده البسكوت، وانا عايزه طحنه البسكوت تكون ايه ناعمه. هشوفه دلوقتي برده شكلها معايا يكون عامل ازاي. كده خلاص انا طحنته معايا كويس جدا، هنضيفه دلوقتي كده معانا ايه على الفوق. زي ما قلت لكم مش شرط ميزان ولا اي حاجه خالص، انت كده بالنظر كده ممكن تحطي اي كميه بسكوت واي كميه فوق، مفيش مشكله خالص، وممكن تحطي اي مكسرات تانية براحتك خالص. ضفت دلوقتي كده عليهم معلقتين كبار من عسل النحل، وعليهم كده علبه كبيره من القشطه بالشكل ده. عايز اقول لكم بقى ان الاضافات اللي احنا هنضيفها دلوقتي ممكن نغير فيها، ممكن نستخدم نوتيلا تمام، اي اضافه انت بتحبيها. معايا كده معلقتين كبار من السمنه او من الزبده المذابه، انا استخدمت النهارده زبده مذابه. وهبدا دلوقتي كده اعجن ايه الخلطه دي كلها كده مع بعضها. ممكن حد يكون عايز يستغني عن الزبده، مفيش مشكله خالص ممكن تستغني عنها، وزي ما قلت لكم ممكن نستخدم معانا مثلا شوكولاته نوتيلا وتبداي تعجني بيها، هتبقى حلوه جدا جدا. يعني المهم العجينه بتاعتك تتلم، سواء عايزه بقى تشكليها بالفول السوداني بالقشطه بالزبده، يعني دي حاجه ترجع ليكي، والكميات دي زي ما قلت لكم مش حاجه معينه، يعني انت هتعجني وعلى حسب ما يحتاج معاكي تزودي. نبدا بقى دلوقتي نشكلها مع بعض. عندنا دلوقتي طريقتين للتشكيل، اول تشكيل كده معانا اللي هو التشكيل اليدوي بايديكي عادي جدا، لو انت ما عندكيش اي قوارب تقدري تعمليها على الشكل اللي يريحك، تعملي شكل دوائر او صوابع زي ما انا بعملها كده براحتك خالص زي ما تحبي. انا هعمل معاكم الطريقتين عشان لو محدش عنده قوارب يقدر يعملها بالطريقه العاديه. كده شكلت الطبق ده زي ما انتم شايفين كده على شكل دوائر، حلو جدا جدا. وهسيح دلوقتي معايا شوكولاته على حمام مائي، سيحت معايا كده شوكولاته بيضه وشوكولاته بني تمام. دي كده الشوكولاته البيضه ودي الشوكولاته البني، بسيحهم ازاي؟ بحط معايا كده ميه تغلي على النار، بحط عليها الطبق ده، طبعا لازم الطبق يكون يتحمل السخونه تمام، وبحط كده على كل طبق فيهم معلقتين كبار من الزيت، بيخلوها ناعمه وحلوه جدا جدا. هنجيب دلوقتي القالب عشان نعمل التشكيل التاني. بالنسبه للقالب هنعمل ايه بقى؟ انا حابه النهارده اعمل معاكم الشكل الرخامي، هيدي شكل في النهايه هيعجبكم جدا جدا، هيبهركم بجد. عايز اقول لكم كل اللي هشوفه مش هصدق ان انت عاملاه في البيت. اول حاجه كده بجيب فرشه معايا وبجيب كده الشوكولاته البيضه او البني على حسب ما انت عايزه تمام. هنعمل شكل عشوائي زي ما انتم شايفين كده، يعني مش حاجه معينه، احنا هنعمل شكل عشوائي عشان يدينا في الاخر شكل رخامي حلو قوي. هجيب برده من الشوكولاته البني وببدا اعمل. طيب لو انا ما عنديش اصلا الفرشه يا دعاء اقدر اعملها؟ اه طبعا اقدر اعملها بايدي عادي جدا، بصبع ايديكي كده وهتبداي تعملي شكل عشوائي زي ما انتم شايفين كده، يعني مش حاجه معينه، انا بمشي بالفرشه وزي ما تيجي معايا. وبعد ما بخلص بقى الكميه بتاعتي كلها ببدا ادخلها الفريزر. تمسك الشوكولاته يعني بالظبط دقيقه وبتكون متماسكه معاكي، يعني في المرحله دي دخلتها معايا الفريزر وبدات دلوقتي اضيف ليها ايه الشوكولاته، دقيقه واحده بس بتكون متماسكه. اللي انت عملتيها بالابيض بتحطي لها شوكولاته طبعا ايه بني، واللي عملتيها بالبني هتحطي لها شوكولاته ايه بيضه زي ما انتم شايفين كده. طيب ممكن نوزع بالمعلقه برده، مش شرط خالص انت توزعي بالفرشه او حتى بايديكي زي ما قلت لك، اهم حاجه ما دام الشوكولاته متماسكه هتوزعي كويس قوي. اهم نقطه بقى واحنا بنوزع، هنبدا نوزع بالشكل ده، لو في اي فراغات ما تقلقيش خالص، احنا عايزينها تبقى متقفله وحلوه جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل كده الشوكولاته بتاعتنا هنوزعها، وبعد ما نوزعها هندخلها معانا الفريزر دقيقتين بالظبط كده في الفريزر ونطلعها منه، وبعد كده نبدا نشوف معانا الشوكولاته. لو لقينا اي فراغات او لقينا مثلا مكان خفيف عادي جدا نجيب الفرشه تاني ونبدا ايه نملى الفراغات دي، ليه؟ عشان تبقى طالعه ايه شكلها كده اسطمبه وشكلها حلو جدا. فانا دلوقتي بعبي ايه زي ما انتم شايفين كده الشوكولاته، وزي ما قلت لكم برجع اخرجها من الفريزر تاني، ولو في اي فراغات او حسيت ان في مكان مثلا خفيف ببدا ازود شوكولاته تاني عادي جدا. شايفين بقى السهوله؟ مفيش بقى اسهل من كده، وهتطلع معاكي شكلها حلو جدا جدا. انا لو وصلت للمرحله دي ونسيتي تحط لايك اتمنى تدعميني كده بلايك حلو منك عشان الوصفه توصل لكل الناس، ويا ريت لو تشاركوا الفيديو كمان عشان يوصل لكل الناس، بجد وصفه النهارده تستحق ان الناس كلها تشوفها.
كده خلاص انا بحب الشوكولاته بتاعتي كلها تمام. هحط برده الشوكولاته البيضاء واعملها برده بنفس الطريقه عشان ما اطولش عليكم، هي نفس الطريقه تمام. كده خلاص بعد ما الشوكولاته اتمسكت معايا تمام، شايفين شكلها عامل ازاي؟ عايز اقول لكم ان انا ايه زي ما قلت لكم عدت عليها مرتين، يعني دخلتها معايا الفريزر وطلعتها، لقيت في فراغات او لقيت فيها اماكن خفيفه بدات ازود شوكولاته تانية بالفرشه زي ما شفتوا كده معايا. الطريقه سهله جدا جدا. هنبدا بقى نحط الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، هنبدا نجيب بقى حشوه الفول السوداني ونبدا بقى نحشي كده مكان الشوكولاته. انا جبت كده قطعه ولقيتها كبيره، فبدات اكور معايا كده القطع وبدات احطها بالشكل ده. نضغط عليها كويس قوي ما تقلقيش خالص، بما ان الشوكولاته متماسكه فمش هتفك معاكي ولا هيجرى لها اي حاجه. ببدا كده اكور معايا وابدا احط كده معايا في الفراغات زي ما انتم شايفين كده، بس بنمكنها كده كويس قوي عشان تطلع معانا مظبوطه وحلوه جدا. بالنسبه للي احنا عملناها يدوي هقول لكم هنعمل فيها ايه، برده طريقتها سهله جدا جدا زي ما قلت لكم، مش شرط خالص القالب ده، بس انا حبيت اعمل كده حاجه شيك. لو عندك ضيوف او عندك مناسبه او عندك مثلا عيد ميلاد هتعمليها، عايز اقول لك هتبهر الكل، حلوه جدا جدا. انا نفسي لما عملتها عجب كل البيت عندي. ضفت كده الحشوه كلها وبدات دلوقتي احط كده على الوش ايه الشوكولاته. زي ما انتم عارفين اللي احنا عملناها بالبني هنغطيها طبعا ايه بالشوكولاته البني، وبرده اللي عملناها بالبيضه هنغطيها بالشوكولاته البيض. اي شوكولاته بتطلع منك كده بره عادي جدا ما تقلقيش خالص. بعد ما نخرجها من الفريزر بتكون تماسكت الشوكولاته، وبنبدا ايه نشيل الزيادات عادي جدا. حطيت كده الشوكولاته البني، دلوقتي برده احط الشوكولاته البيضه بنفس الطريقه، نوزعها بالشكل ده. وقبل ما ندخلها معانا الفريزر بنديها كده بس خبطه على الرخامه وندخلها على طول. دلوقتي هنعمل بقى كده اللي احنا عملناها بايدينا اللي هي من غير قالب خالص، هنبدا نحطها كده في الشوكولاته. طبعا دي كميه الشوكولاته اللي اتبقت معايا وهتكفي معايا وزي الفل. هنبدا كده ايه نحطها كده في الشوكولاته ونطلعها كده بالشوكه ونحطها على اي شبكه متاحه عندنا او حتى على صينيه على ورق زبده، مفيش مشكله خالص. اتبقى معايا شوكولاته بيضه فقلت كده اعمل بيها الشكل اللي انتم شايفينه ده، يعني مش هنهدر اي حاجه طبعا هتتبقى مننا. لو عايزه تزينها بمكسرات براحتك خالص، ممكن تحطي على الوش برده فول سوداني، ممكن تحطي جوز هند، ممكن تحطي فستق، المتاح عندك حطيه، التزيين ده يرجع عليك. وطبعا هي مش محتاجه تزيين خالص، ممكن تسيبيها على الوضع ده، شكلها حلو قوي مش محتاج اي حاجه. على ما خلصت الكميه دي طلعت بقى القالب معايا كده من الفريزر وبدات اشيل الزيادات زي ما انتم شايفين كده. ليه بقى بنشيل الزيادات دي؟ عشان لما تيجي تطلعي كده القالب معاكي تمام تطلع معاكي مظبوطه وشكلها كده اسطمبه وحلوه جدا. فبنشيل اي شوكولاته زياده معانا بالشكل ده. شايفين الطريقه سهله جدا بالسكينه كده، هتبداي تشيلي كده بس ايه الحروف اللي انت شايفاها دي وتطلع معاكي حلوه قوي قوي. الطريقه سهله جدا زي ما انتم شايفين كده، ما بتاخدش معايا اي وقت خالص. لو جايلك ضيف على غفله هتقدري تعمليها بكل سهوله وهينبهر بالشكل وكمان بالطعم، حلو قوي. كده خلاص انا خلص الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه، ونبدا نطلع بقى الشوكولاته بتاعتنا من القالب. شايفين بقى الشكل معانا يا جماعه عامل ازاي؟ بجد تحفه فنيه، حلوه قوي قوي. شايفين الشكل كاني عامله لوحه فنيه بجد، حلوه جدا جدا. كمان لما نطلع اللون الابيض هيبهركم الشكل، بصراحه شكله رهيب. كل اللي شافها عندي بصراحه ما كانش مصدق ان انا عاملاها في البيت، وانت كمان لما تعمليها تعمليها احسن مني كمان. وطبعا اي قالب متاح عندك، مش شرط خالص القالب اللي انا استخدمته، استخدمي اي قالب متاح عندك. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بصراحه كانها لوحه فنيه، شكلها حلو جدا جدا، عطتنا الشكل الرخامي اللي هشوفها زي ما قلت لك في البدايه مش هيصدق خالص ان انت عاملاها في البيت. تقدري تعمليها في اعياد الميلاد في المناسبات، حلوه جدا جدا لو جايين لك ضيف، مفيش بقى احلى ولا ارقى من كده. هوريكم برده الشكل التاني اللي انا عملته، شايفين ما شاء الله برده شكله حلو جدا جدا وينفع برده معاكي في اي مناسبه. يا ريت فيديو النهارده لو عجبكم تدعموه بلايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.